بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين. أكرر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين. أكرر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين. خاطر عندنا ثلاثة أديان المستعرفين بهم الرئيسية السماوية، هما الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية كرسية عرش الله سبحانه وتعالى، مالك الكون والدنيا بأكملها 30%، ماخذ ملك من ملوك الغلاف في الجو 70% فارغة. هذه أمامكم، هذه الله سبحانه وتعالى توصف لي مرأة كما هذه اللي قدامكم قاعدين تشوفوا فيها تو، ينجم توصف لك ترسم إنسان، هو نور على نور، معجزات المعجزات، يكلف إنسان يرسم، يرسم امرأة، يرسم ولد، يرسم راجل، اللي يكلف. ولهذا أمرني أنا باش نرسم الرسمة ذي. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونكرر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله، اللي فهمتوني مش نعاود، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اظهر لي اللي ساير تو في العالم الأوروبي، فهمتني أنا، أوروبا تثبت الحرب العالمية الأولى، وأبناء واشنطن خلصوا فاتورة، تثبوا في الحرب العالمية الثانية، كانت كارثة كبرى على الديانة اليهودية. ولاد جدي عبد الله إسرائيل هم قالوا 6 ملايين، وأنا نقول لكم 12 مليون، فهمتني، حرقهم معناها هتلر النازي. وهتلر النازي في الحرب العالمية الثانية حب يستعمر، فهمتني، باش يحوز قوات حلفاء في جبال خمير وعند راهم وغرديماو والنبر والكاف، لكن هبطوا طيارتين هاجموهم الأهالي السكان، فر وهربوا، ولا شد معناها السياج الجبلي صغير يصير معناها في الحدود ولاية تونس ولاية باز، معناها ولاية باز جاوا مع هتلر النازي، ولاية جندوبة جاوا مع الحلفاء، معناها هذا معروف. وما نقولش لكم على والدي كيفاش مشى هذا المعشش في الحدود تاع تونس، خذوه من عنده الألمان النازية، سرق معناها كردونة، معناها لباس، معناها زي رسمي تاع ضباط ألمان النازيين، وهداه الاستعلامات اللي كانوا معانا، قعدوا معانا 6 شهور ولا 7 شهور قبل وصول القوات الجوية المركزية تاع اللي يقودها ايزنهاور، لما يقول الأسطول السادس البري في هنسير الخيايطة، عمدة المرجة، وعتمديت بوسان ولاية الجمهورية، ولاية جندوبة الجمهورية التونسية. أكرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وانت تعرفوا الصدور هم الرواري، الرواري الاثنين اللي هم معمل تاع بترول، عبارة على معمل تاع بترول، بترول يخرجوه هكا يردوه صافي، بس معناها إيسونس بس رصاص، بس هو غلاه في تونس، هو غلاه، معناها الحرب هذه الأوكرانية اللي بتسبب فيها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هو غلاء حتى هو البترول. اش علينا مازال مشاغل مش معاه البترول، وراه وراه المواد الغذائية، وراه معناها معناها الحافلات تاع الركوب، وراه التاكسيات، وراه معناها الاقتصاد كله مش يعلى، وزيد معناها المرض الوبائي، الاقتصاد واقف العالمي،
علاش هذا كل؟ لأن الإنسان معناها الأهل السياسة السلطوية الفوق فهمني حب مسيح ولا مسلم ولا يهود يساوى عظمة الله سبحانه وتعالى. تقول شو ما تلبسش عصيان الشعبية وتلبسش مثلا عبيتنا، لا لا لا، هو مادام يعبد في الحجر خليه يعبد في الحجر على روحه، فهمت؟ هذاك مش مسؤوليتي. يا عندك حتى مسؤولية، أنت عندك كل واحد عنده مسؤوليته وحده، أنت عندك الديانة اليهودية مسؤوليتك وحدك، عندك الحبر الأكبر مسؤول على الديانة اليهودية ولا هو وزير، عندك الديانة المسيحية عندك حبر الأكبر مسؤول هذا لكل دولة راهو. فهمت؟ لكل من أوطان الله سبحانه وتعالى، هو تاع الله، الأوطان الله سبحانه وتعالى مالكها الخاص، مالكها الخاص، ما يملكها حد. كوكب الأرض يملكه كان الله سبحانه وتعالى وبلا منازع، ألف على ألف، مئة في المئة. فهمت؟ واللي ورؤساء هذوما الدول اللي معناها اللي عندهم سلطة تنفيذية، فهمتني؟ أهل السياسة السلطوية العليا خدام من مساحة أصبابط، فهمتني؟ ينفخ شم معناها الله سبحانه وتعالى، خلق الكون بأكمله والدنيا بأكملها، والله سبحانه وتعالى كلف إنسان مثلكم سماه، فهمتني؟ إكس دبل زيرو سات كادي سات، أش علينا؟ باه توا نعاود نكرر، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه هي تسبب في الكوارث الكل، والفكر أعطيتكم أنا المخ كيفاش متكون من واحد حتى العشر. واحد تسعة ذاك تبعين الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ أربعة ملكها شيء من بيرو تاع ملك ملوك الشياطين، أربعة وعشرة معناها ملك الفكر، هو مستقل معناها الفكر اللي متسبب تو في الكوارث، فهمتني؟ في أوروبا معناها بوتين قال هم متهمين بوتين، ولكن هم جماعة أوروبا اللي مستانسين بالحروب العالمية الأولى والثانية، تسمي الأولى والثانية خامسة بكل الثانية، وتوا عندهم القنابل النووية، ويلزوا عديد في أبناء واشنطن، يلزوا في بايدن باش يدخل معهم، ادخل معهم بايدن، ادخل معهم، خلي بالاسماء، والواهي قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية، كونها واشنطن آدم أربعة، فهمتني؟ كونها واشنطن، فهمتني؟ آدم أربعة، فهمتني؟ باش يعمل المعادلة في كوكب الأرض، ويزرع العدالة، واللي شفت معناها، فهمتي؟ واللي تتر الله أكبر الأعلى فوق الأعلى، مالك الدنيا كله بيكملها، وتعطي بالأوامر، ومعناها وتعاقب عقاب اقتصاد، تو تعمل حاجة، ما عادش عندك قوة، ولت الصين الشعبية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قلب النابض كوكب الأرض، ولت الصين الشعبية، عندها قوة معناها تاع سلاح دفاعية وهجومية أكثر منك أنت عشر مرات، القوة الهجومية والدفاعية تاع سلاح، القوة العسكرية تاع الولايات المتحدة الأمريكية، مازال الاقتصاد لا شوية برك. مازال 5% مش تفوتك في الاقتصاد، هذه السين الشعبية، ياسين والقرآن الحكيم اللي تثبت في آخر كوكب، فهمت؟ يتحطم، أما هم خذوا درس، هو الكوكب القمر الشيطاني الآن اللي نشوفوا فيه هلال، فهمت؟ وتحاربوا بوتين الداهمين عليه للدار ويكتفيكم يديه، صحيح يعطيكم الصحة، ما تحشموش، جماعة أوروبا ما يحشموش، تسببوا في الحرب العالمية الأولى 14، ولا هتلر النازي، ألمان. قالوا الألمان باهي الألمان، والمرة هذه الألمان، المرة هذه زين الألمان، المرة الثانية الألمان هتلر ما عندوش إدارة علمية، هتلر النازي، والمرة هذه شكون؟ ألمان ثاني المستشار الجديد، ما ألمان قلت لكم الأرواح مسموم حطوها في الأرض باش تنتقم، علاش أنا البارح فوق المابس بعثت البون عاصمة ألمانيا الغربية سابقا، أتمنى نقول لكم يا يهود أحبار اليهود وأحبار المسيحيين وأحبار المسلمين، اسمعوا نحو عظمة الله وعبده، فهمت؟ افتوا كما تحبوا انتم، واعملوا كما تحبوا انتم، وقدوا كما تحبوا انتم، لأن الله سبحانه وتعالى مغيار أكثر من المرأة، أكثر من المرأة هذه، تراه رجلها مالك الدنيا كل، الكون كل، فلوس، ذهب، وتراه معناها يتكلم في مرأة أخرى بلا غير علمها هي، تعيف وتكره وتمشي، تطلب نتاع ربي لله وتاخذ راجل يطلب تاع لله وتبات إياها على التراب وتبدا سعيدة. قالك الاستعمار النفسي أخطر من الاستعمار العسكري الوحش، ولهذا عبدوا الحجر، اليهود يبوسوا بالحجر، فهمني؟ قالك من المقدس يبوسوا بالحجر، والمسيح فهمني يهز بالصليب يعطي فيهم في البطاطا ولا يبلش يعطي فيه، والإسلام يفتو، قالك مفتي الجمهورية، يا ربي يعينكم مالا بره، وهذا كما نقول لك، فاين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، هداني صراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مش غاضب علي. أنا الوحيد كوكب الأرض اللي مش غاضب عليه، الدنيا والكوكب والكون كله ألف على ألف ومية في المية، والحمد لله يا رب العالمين، عالمين لي أنا في المرتبة الثانية بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب العالمين. ما شنو ما حب سكر سكر ما عشان بيش نتكلم سكر أي عشان بيش نتكلم نتكلم مع أبناء الشياطين عشان بيش نتكلم. مسؤولين كبار أبناء الشياطين كما رئيس نتاعنا قيس سعيد. Mm-hmm.